إديسيون لارمون تقدم الشعر الملحون مع الحاج الزواوي. هذه بخطر وليدات غليزان ويحيو عرب الكارونتويت. هذه بخطر ثياب اللحول سانز بلي فاطمة. وبخطر وليدات مريامة ويحيى باللحول ويحيى العرج. وما ننسوش بن عودة. يعود بالله يعود بالله ما بنادم كي ولا داير في هذا القرن العشرين. بنادم يمد كلمة الصباح ويمد كلمة حشية مول الكلمة مات يا حسراب عليه. والرجلة جميع الناس يهضروا بالرجلة ونحوس على الرجلة في المدينة ما نلقاهاش. وقاع الناس يهضروا على طريق المليحة وطريق المليحة في المدينة ما تبانش. نطلبك يا الله نطلبك يا الله يا علي العليا أجل بالبنات راه بنادم نذل. اسخط هاد الناس قوم الجهلية في هاد الزمان مول الحق اهمل. ما بقات للمسكين عيشة في الدنيا ما بقات للمسكين عيشة في الدنيا ويطلب في الممات عينه في المحمل. والحق الحق من عمار بعد ذكرايا حرفوه الأنصار في التاريخ غمل. ورجع الميعاد لا صدق لا نية ورجع الميعاد لا صدق لا نية ورجع بنادم يشهد بالباطل. اليوم راه فاز اليوم راه فاز مول المالية وانساه ياسرين يطلق ويبدل. هذه الساعة عطات غير للعقلية والجايح إلى فاز ماهوش سهل. والعود الحر راه بسقف الجرية يا حسراف عليه مين كان في الربح يجمل. يا ربي يا خالقي يا مولايا اللي غنيته انت راه اليوم جهل. غير البارح غير البارح كان في حالة قصمية ساكن في قربي والقلب مغلغل. حتى المرأة عنده اليوم قالوا ميقرية والسكنة جديدة والربح عليه سهل. ولا حاجة في الساحة الفنية وعند مرتو في الدار تلقاه مبهدل. ولا يعرف كل حية ولا يهدر غير بالرجلية. وجايح صعيب إذا هو عول ولا هدرت معاه على الرجلية ولا هدرت معاه يقعد يدفل. يا الفهم الحديث افهم معنايا عمر الراجل ما يليق يتبدل. واللي يتبشنا بالكذب ما ليه سعايا ود الأصل ما واجبش عليه يستغول. وفضلة الناس فضلة الناس جامي ما تكون غاية. وغير الخداع اللي عمره ما يستاهل وصغير العقل يتسبب البلايا. وجميع الناس يعرفوه ما هو شي راجل كل يوم يعيط راني غاية راني صابة. والطيل الطايلة ويبان الحال حتى المشية رجعت عندهم تسمى درجة. وهذه الحكاية
هديتها للناس مثال شعال صعبة هاد الدنيا واللي ما جال ما يعرف حق الرجال. نطلب من الله يقبل دعوايا ويصفي عقولنا ما نبقوش هبال. هذه بخطرك يا بن عودة صامبو وبخطر الناس اللي يحبوا حباباتهم ويحيوا الرجال اللي يعرفوا قيمة الرجال ماشي رجال اللي يعايروا رجال. هذه بخطر عبد القادر أحلام ويحيي وليدات تيارك